being empowered بيعطيني شعور بالقوة، بنفس الوقت بيعطيني شعور كتير كبير بالمسؤولية تجاه نفسي. كشخص موجود على السوشيال ميديا بتعرض لكتير هجومات ولكتير انتقادات من خلال المتابعين بخصوص خياراتي الجمالية، مثلاً ليه أنا بعمل فيلرز، ليه بعمل بوتوكس وأنا لسه بسن صغير. I handle it بفكرة أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنا دائماً بحاول أني أتجاهل أي نقد يكون غير بناء. حسيت أنه أنا satisfied بعد كل خيار من خياراتي الجمالية. نصيحتي لكل بنت أنه ما تسمع لنقد أي شخص، ودائماً يكون عندها ثقة بقراراتها. No judgments. You choose what's your beautiful.